اتفضلي. تمام. هما قديرو عباره عن 4 شرايح صدور رومي، بسطرمه، زبده وزيت، وبصل. البصل ده يا هيبقى فيه 2 بصل، بصل هتبقى مقطعه حلقات، وفي بصل مفروم، وكوبايه دقيق، هيبقى مبهر، دقيق هنبهره، و2 كوباية مرق، ومشروم، وملح وفلفل وزعتر، وفلفل الوان، وبقدونس للتزيين. طب اقول انا بقى؟ اوكي. طيب عندنا 4 شرايح من صدور الديك الرومي متقطعين ومبسوطين بالشكل اللي انتم شايفينه دوت اهو، يعني نرفع كده واحده نوريكم شكلها مبطوط خالص، يعني يبقى عامل زي الاسكالوب. كمان عندنا بسطرمه، كميه من البسطرمه نقول 150 جرام تقريبا او اكتر او اقل حسب عدد افراد الاسره، وعندي زيت وزبده، وبصلايه مفرومه، وبصلايه متقطعه شرايح، وكوبايه من الدقيق المبهر. ايه بقى موضوع الدقيق المبهر؟ جبتها منين دي؟ عشان بتدي طعم احلى للحوم، يعني لما بنبهر. اصل انا دايما بقول دي مبهر في حاجات كتير قوي، فعشان كده برضو احنا كل حاجه انا متعلمها من حضرتك. ربنا يخليك، ده من ذوقك، ربنا يكرمك. دي المبهر بالعربي هيبقى عليه شويه من الثوم الباودر، وشويه من البصل الباودر، وشويه بابريكا، وشويه من الكركم اهو. كركم وبابريكا وثوم باودر وبصل باودر. فاحنا هنعمل مبدئيا هنفضي دي المبهر اهو، الدقيق، ونضيف عليه الحاجات دي. لو انا ما عنديش البسطرمه والبصل المخلل في الاكله ممكن احط عليه ملح بقى، لكن طالما عندي هنقلل الملح شويه علشان تعالوا نكمل مع بعض بقيه المقادير. احنا قلنا عندنا شرايح من الرومي، وعندي كمان بسطرمه، وبصلايه مفرومه، وبصلايه متقطعه شرايح، وكوبايه دقيق مبهر، كوبايتين من المرق، وكوبايه من المشروم، وكمان عندنا كوبايه من البصل المخلل، ومعلقه ملح وفلفل وزعتر، وكمان عندنا فلفل الوان، وبقدونس للتزيين. كل الحاجات دي مع بعض. احنا عايزين في الطاسه بقى هنشوح البصله اللي هنحشي بيها، لان احنا هنحشي بالبصل وفلفل الوان، يعني عايزين دلوقتي نشوح البصله مع البسطرمه. مع البسطرمه. طيب اوكي، يبقى ناخد زبده وزيت. ادي الزبده. طب خلينا انا اقوم بالمهمه. أوكي. دي اوكي، شويه زيت هنا. انت هتشوحيه جامد يعني تسويه جامد؟ لا البسيط، عشان لانه لسه هيستوي تاني، فمش عايزاه يبقى طري خالص. اوكي، نحط بقى البصل، مش كله بقى عشان ده كتير. طيب احنا حطينا هنا البصل مع شويه زيت وزبده، يا دوب هيدبل معانا عشان نعرف بس نلف الرول. احنا كده ايه، يدبل تتبيله بسيطه، وهنضيف عليه الفلفل. بس في الاخر عشان مش عايزه الفلفل يدبل برده. يعني انت عايزاه يبقى الدنتي، يعني يقرمش. نحط عليه بقى رشه ملح ممكن بسيطه برده، لان احنا بنقلل عشان البسطرمه برده والبصل المخلل. طيب دلوقتي فلفل. احنا بنقلب كده، هناخد معانا اتصال. يا جنى. ايوه اهلا بيكي. طيب الحمد لله. اتفضلي يا حبيبتي. وانت طيبه؟ الله خير، كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيبه يا جنى. عايز اعرف الكبسه بتتعمل ازاي. من عينيا. حاضر. حاجه تانية؟ لا. طيب هجاوب على الكبسه وهنجاوب على البيتزا، مع ان انا زعلان ان البيتزا ما حدش شافها يوم السبت، لكن ده انا جالي كم تليفونات عليها غير طبيعي يوم السبت. البيتزا اللي عملناها بتطلب كتير. ربنا يخليك يا رب. ربنا هنقلب ده مع بعضه اهو، بعد ما حطينا البصل مع الفلفل الالوان، وانا هفضيه في بوله عشان يبرد عشان شويه. يبرد شويه. ايوه، عشان هي هتشيل بايديها. طبعا ممكن احنا نشتغل على طول، لكن هي طبعا برضو ليدي ف متعودين على النار برضو. مش مشكله. البيتزا كانت مكوناتها عباره عن كيلو من الدقيق، كيلو من الدقيق، حطينا عليه معلقه خميره كبيره، معلقه كبيره، ومعلقه من السكر كبيره، 3 معالق لبن بودره كبيره، ومعلقه صغيره ملح، و3 معالق زيت زيتون، وعلبتين زبادي، وعجنت بميه بميه دافيه لغايه العجينه ملمت، وانتوا شفتها كلكم، وقطعناها قبل ما تتخمر يعني قطع. طيب نبدا بقى نحشي. انا هجيب لك بس ده هنا عشان تسخن معانا. عشان ده مقادير العجينه بتاعت البيتزا. الصوص كان 2 كيلو من الطماطم، عليه بصلتين 3 كبار، و5 فصوص ثوم، وورقتين 3 لورا، ومعلقه زعتر بعد ما الطماطم استوت معايا خالص، سويناها خالص، شلتها هي والبصل والثوم، ضربتهم في الخلاط وصفيتهم بدون اضافه ميه خالص، وبقى عندي صوص مركز. هي كانت عايزه بالسجق،
هنجيب العجينه نفردها، نحط شويه صوص طماطم، ونحط عليها شويه من الجبنه الموتزاريلا، ونحط السجق او السوسيس او اي نوع السلامي، اي نوع انتم عايزينه، لحم مدخن، وبعد كده شويه جبنه تانيين، وشويه شرايح من الفلفل، وشويه جبنه موتزاريلا، واخيرا معلقه زعتر صغيره، وشويه زيت زيتون، وندخلها الفرن. هنلف طب بقى. طب بقى بقى على البسطرمه اللي هي دلوقتي، هي حطت ايه الاول؟ البسطرمه، قطعه شريحه الرومي. احنا عايزين بس احنا كنا عايزين ده نتبله بفلفل. تبل بعد ما تبلنا ملح وفلفل. حطينا شريحه البسطرمه. وبعدين هنحط بقى البصل اللي احنا نلفها بالطريقه دي، والطاسه سخنه عندنا اهي. هنحط لها برضو زبده وزيت. طب لا بس عشان ما تتحرقش. اوكي نقفل بقى بالخله كده تاني. طب انا ممكن اساعدك؟ اوكي والله براحتك براحتك براحتك. بقول لحضرتك انت خريجه ايه؟ معايا بكالوريوس تجاره. طب ايه موضوع المطبخ بالنسبه لك بقى؟ لا انا من زمان قوي وانا بحب المطبخ، يعني بجد؟ من وانا يمكن في ابتدائي مثلا دخلت والله. المطبخ طب من زمان قوي. طب اتعلقتي بالمطبخ؟ والدتك اللي حببتك فيه؟ صراحه والدتي هي ليلى كلها بتحب المطبخ والله. صراحه والدتي وجدتي جدتي الله يرحمها ما كل حاجه بقى. لا ما بشتغلش يعني. انت ست بيت حلو قوي. طيب جوز حضرتك بيستمتع بقى بالاكل دوت وبيشجعك ولا؟ لا يعني بيقولوا لي كده مش لا ما لا لا بيقولوا حاجه. واني طب ولاد حضرتك طبعا في الدراسه؟ لا هم هم لما بياكلوا بره بيقولوا لي ماما صراحه ما فيش حد بيعمل زي اللي انت بتعمليه، يعني لو اي عزومه تانية. ما هو اصل الاكل ده نفس. بالظبط. يعني في مطاعم مشهوره جدا وبتقدم اكل كويس جدا، وفي مطاعم مشهوره بتقدم اكل ما يتاكلش. ليه؟ لان الشيف الموجود حسب الشيف. بالظبط. الشيف الموجود هو نفسه ايه في الاكل. فممكن يكون وانا بقول يا شيف ان النفس ده هو ان انا احب الحاجه اللي انا بعملها. برافو. هو ده يعني ممكن اتنين يعملوا نفس المقادير ونفس الطريقه وتلاقي ده طعم وده طعم. انا داخل انا بنصح دايما بناتنا وسيداتنا الجمال وهي داخله المطبخ، مهما كان عندها ضغوط نفسيه، مهما كان رئيسها في العمل مضايقها، مهما كان المواصلات خانقاها، مهما كان ولادها تعبينها، هي في النهايه بتعمل اكل لمين؟ لجوزها ولولادها. لازم تبقى مبسوطه وهي بتعمله. كل ما هي كانت مبسوطه وهي بتعمل الاكل، كل ما الاكل يطلع كويس وله نكهه. هو ده النفس. هو ده النفس. مش ان هي بتنفخ في الاكل. النفس ان هي بتبقى داخله المطبخ سعيده بحب، يعني بحب. بحب. ايوه بتعمل حاجه لولادها بحب، عشان كده الحاجه بتطلع طعمها حلو قوي. بالظبط. يعني انت ملاقيه من العيله تشجيع حلو. الحمد لله. تعملي بقى عزايم كتير بقى. الحمد لله. طيب يعني تعزمينا امتى؟ انا بقول هتنورني في اي وقت حضرتك. في اي وقت تنورنا. ربنا يخليك يا رب. الله يكرمك. احنا سعداء بوجودك معانا وان شاء الله. ربنا يخليك. ربنا يخليك. انا اللي اسعد والله. الله يكرمك. ربنا يخليك. وربنا يكرمك كده وتبقى موفقه دايما يا رب. ربنا يخليك. حطينا زي ما قلنا شريحه من الرومي المدخن. سوري الرومي السليم، صدور الرومي. هو ممكن يبقى ينفع بلحمه. ينفع بلحمه وينفع بفراخ. ينفع بفراخ. ينفع بفراخ. جميل. اللي موجود يعني مش لازم. طيب احنا في حاجات لسه ما استعملناش خالص، يعني احنا كل اللي بنعمله دلوقتي ان احنا بنحشي صدور الديك الرومي بالبسطرمه كمان الخضروات الموجوده اللي احنا شوحناها اللي هي البصل والفلفل. في نوع من انواع اللحوم المدخنه اسمها بريساولا ايطالي. ممكن تنفع بيها دي، حلوه برضو قوي. بس هتحط هتتشوح برضو؟ لا لا مكان البسطرمه. مكان البسطرمه. تمام. يعني اصل انا عارف ممكن ان انا سلامي ممكن هتسال السؤال ده بعد شويه. يعني لو مش بنحب البسطرمه قلت له والله انت حر. يعني ده حاجه ترجع لك. ما إيه اللي مش بيحب البسطرمه على فكره. واللي اشتغل مع حضرتك لازم يحب المطبخ. ربنا يخليك يا رب. الله يكرمك. لا هو كريم ابنه اكيل، فهو دايما بيغصب على ابوه يدخله المطبخ. هو بيحكي لي دايما ياس كده. حطينا اهو في الدي المبهر. عشان هنشوحها بعد كده. خلاص بقى ننقل دي هنا هنشوحها ونروح ناخد الزبده والزيت زي ما قلت لكم. الطاسه سخنه. لاحظوا الموضوع ده، لو حطينا الزبده من بدري هتتحرق معانا واحنا محطين. وطبعا صدور الرومي اللي احنا فردينها دي عامله زي الاسكالوب، رفيعه قوي، فبرضه هتاخد نفس وقت التسويه الصغيره اللي احنا اتكلمنا عنها من شويه، مش هتاخد تسويه كتير. شويه زيت، حوالي معلقه كبيره زيت ومعلقه كبيره من الزبده. احنا نفس ونبدا ننزل
نشيل بقى ده. طيب احنا حطينا هنا زي ما قلنا زيت وزبده وبنشوح. طيب انا هسالك بقى سؤال دلوقتي، يعني احنا الطاسه اللي احنا بنعمل فيها دي احنا نفس الطاسه؟ نفس الطاسه. هنشوح فيها بقى البصل اللي احنا اتفقنا ان احنا هنكون مقطعينه رفيع، اللي هو اللي عشان الصوص بقى، لان هي هنعمل لها صوص اللي هو بالمشروم والبصل المخلل. بالزبط. في بصل مخلل، كوبايه بصل مخلل. مهم قوي. صوص مهم قوي. يعني انت اكتشفتي موضوع المطبخ ده من زمان؟ من وانا في ابتدائي مثلا، انا بحبه يعني، حابه الموضوع. جميل. وجدتي طيب. الله يرحمها برضو كنت لما بروح لها ببقى معاها في المطبخ، يعني بوكي معاها في المطبخ. ما شاء الله. يعني لا اصل يا جماعه المطبخ ده عشق، عشق يعني. انا مثلا بعشقه، بحب المطبخ يعني. انا لو قاعد في المطبخ بايت فيه مفيش مشكله. لذلك انا مثلا لما بروح مثلا سي واحد صديقي يقول لي تعالى اشتري معايا شقه، اول مكان بخشه المطبخ. لو عجبني المطبخ لو ريحك المطبخ ما عجبناش المطبخ ما بنشتريش شقه، مهما كانت اوض الشقه دي واسعه وشرحه وبرحه والكلام ده كله. لا خالص، لازم يبقى مريح المطبخ لو ما عجبنيش ما عشان كده انا لو عندي المطبخ ده عشان معظم الوقت هتبقى موجود مساحه كبيره جدا. اي مكان انا بقعد فيه لازم ابص على المطبخ الاول قبل ما بس حاجه في البيت اشوف اكيد مش بتدخل المطبخ يعني. طيب يا حبيبي انا بس ايه، احنا هنشوح دي كده، مش هنعمل اي حاجه غير هنضيف البصل يتشوح شويه في نفس المكان اللي احنا شوحنا فيه. هننشل ده دلوقتي وبعدين نبقى نضيفه تاني، ولكن بعد ما نستاذنكم ناخد الفاصل، محدش يروح في اي مكان عشان دايما تشوفوا الممتع والجديد والاحدث في برنامج المطبخ مع شيف يسري وتلفزيون الحياه بعد الفاصل.